الكنيسة هي المسيح، ندخل إليها فيصير في وسطنا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. النهاردة حلقة جديدة من برنامج كنيستي، والنهاردة حلقة مميزة جدا لأننا هتكلم عن شيء كلنا بنفتخر بيه وفرحانين بيه. الفترة اللي فاتت كلمتكم عن تهيئة الجو لمجيء السيد المسيح مصر، قلت لكم أن الأجواء السياسية والاجتماعية والدينية كانت واخدة شكل في حالة انحدار شديد، ولكن تفضل مصر ما هياش مجرد وطن، وما هياش مجرد بلد فيها شعب بيعيش وبياكل وبيشرب وبس، لكن تفضل مصر بقعة ضوء حضارة. طبعا علشان انا عارف ان في بلاد تانية بتتفرج علينا، كل مكان له خصوصيته، وكل حتة ربنا عاملها ليها الصورة بتاعتها البراقة. لكن الحقيقة مصر عبر التاريخ شفنا أفلاطون وسقراط وأرسطو جه مصر وتعلموا، بنتكلم في القرن السادس والخامس، وبعدين شفنا البطالمة مصر وبانوا الإسكندرية، عملوا إسكندرية بلد عالمي، وإن كانت فضلت الإسكندرية واخدة طابع خاص زي ما قلت لكم قبل كده، إلا أن مصر والمصريين في بقية الأرض المصرية كانت لسه محتفظة بالصورة بتاعة القدماء المصريين. القدماء المصريين كان عندهم حاجة رائعة جدا، كانوا في كل مكان يبنوا معبد ويبنوا جنبيها حاجة بيسموها بيت الروح أو بيت الختم، اللي هي مكتبة. متخيلين إن كل معبد، كل صلاة يحطوا جنبها كمان استنارة، يحطوا جنبها مكتبة. وكانوا لما جه واحد اسمه ثيودور الصقل لمصر 56، لقاهم كاتبين على أبواب مدينة طيبة، يكتبوا، كان في معبد في على أبواب مدينة طيبة، كاتبين كده: هنا دواء الروح، على المكتبة: هنا دواء الروح. انتوا متخيلين ده معناه ايه بقى؟ ده معناه انه كم المخزون الحضاري اللي هيستخدم فيما بعد. هتشوفوا بقى ان ماري مرقس لما يدخل هيستخدم ده ويعمل مدرسة الإسكندرية، وهيستخدم ده وتبقى منارة كمان للمسيحية، وتفضل مصر في بمخزونها الحضاري ده قوة جبار. إسكندرية كانت مكان إلى حد ما في كل الجنسيات، يهود على فينيقيين على يونانيين على رومان بعد كده، لكن جوه قلب مصر كان المصريين محتفظين بطابع معين وبصورة معينة. لكن البطالمة حاولوا ان هم يغيروا الشكل ده، بس بطريقتهم. ان هم عملوا ايه؟ قلت لكم قبل كده، حطوا آلهة ادوها مسميات ما بين الآلهة البطالمة وآلهة المصريين، وعملوا حاولوا ان هم يخلوا آلهة اليونانيين ليها شكل مقبول عند المصريين. لكن لما الرومان دخلوا بقى مصر، لانهم كانوا متعجرفين جدا، الامبراطورية الرومانية، وكانت شعر ان هم عندهم قوة جيش وقوة عسكرية، فراحوا فرضوا معابد وثنية. انا عارف ان قلت لكم الكلام ده قبل كده، لكن هقول المرة دي علشان تشوفوا بقى لما دخل السيد المسيح ارض مصر كانت شكل الحكاية ايه. هنلاقي عملوا جوه الاراضي المصرية بقى، هنلاقي البطالمة عملوا مدن ودوها أسماء بطلمية،
وهنشوف في رحلة العيا المقدسة. ولما جه السيد المسيح كانت ابتدت الهوية بتاعة الأماكن دي تاخد شكل وثني واضح، وده اللي خلى ان النبوة بتاعة أشعياء 19 يقول ان لما يجي الرب الى مصر ترتجف أوسان مصر. وقلت لكم أوسان مصر ده معناها الصورة اللي كانت بتعبد في الوقت ده وثنية بحتة، مش الفكر القديم المصري اللي هي عبادة الإله الواحد. لأن في الفترة دي فكرة الإله الواحد بقت فكرة، لكن الشعب نفسه أصبح بينجرف إلى حد كبير مع كم المعابد الوثنية، وخاصة أن الرومان فرضوا على كل الاحتفالات الفرعونية اللي كانت بتتعمل أنهم يقدموا قرابين للآلهة الرومانية. وهنشوف أنه في أشعياء 19 النبوة القوية اللي قال ان هيكون في مذبح للرب في وسط مصر. قلت لكم قبل كده في كل العهد القديم مفيش اسم مذبح الا في اورشليم، حتى ان الطقس اليهودي للذبايح ان ما ينفعش يتقدم ذبيحة خارج اورشليم، ما يتقدمش ذبيحة خارج الهيكل. لكن كونه يقول بقى ان في مصر سيكون مذبح في وسط مصر وعمود في تخومها، ده معناها انه بيتكلم على ان مصر ايضا ارض مقدسة، وان مصر ايضا ستكون مذبح للرب. والحقيقة على مستوى كل الفكر اليهودي محلوش القضية دي، يعني ازاي مذبح للرب؟ الكلام ده بنتكلم في أشعياء 19، يعني قرن الثامن قبل الميلاد. لم يتم عبادة يهودية في وسط أرض مصر تقدم فيها ذبائح كعبادة أورشليم نهائيا. زي ما قلت لكم خارج أورشليم مفيش ذبيحة. حتى المعابد اللي عملوها سواء في بابليون أو سواء في أماكن تانية كانت تجمعات يهودية، وكان يسمح بس بالصلوات لكن لم يقدم فيها ذبايح. ونبتدي بقى في قصة مجيء السيد المسيح أرض مصر. القصة ابتدت لما تولد السيد المسيح في بيت لحم، القصة اللي انتوا عارفينها كلكم، وانه قعد السيد المسيح في بيت لحم وجم المجوس علشان يزوروه، ولأن المجوس كانوا حكماء شرق وكانوا ناس ليهم مكانة كبيرة، فلازم يعدوا على الملك بتاع المنطقة دي لأنهم ناس ملوك أو حكماء بدرجة أمرة. فراحوا على هيرودس قال لهم أهلا بيكم، جايين ليه؟ قالوا احنا جايين حسب النجوم اللي احنا بنحسبها ان اتولد عندك ملك كبير عظيم. هو سمع كلمة ملك، هو أصلا كان شخصية كعادة بقى المنطقة دي كلها والعصر ده كله، ان كل واحد قاعد على كرسي خايف قوي ان يحصل مؤامرات ضده، فكان يقتل اي حد ممكن يشك اصلا انه هيعمل مؤامرة ولا هياخد مكانه الحكم. فراح قال لهم مين بقى اللي اتولد ده؟ قالوا له ملك. فين؟ قالوا له في المنطقة اليهودية. فقال لهم طيب روحوا شوفوا هو اتولد فين بقى، وانتوا راجعين عدوا عليا قالوا لي المكان. كان قصده شر، هو كان انسان شرير جدا. هيرودس ده يعني كان شخصية دموية جدا، وكان شخص يعني عنده موضوع القتل ده سهل قوي، يعني قتل ولاده وقتل مراته وقتل، وكان قال لهم لما اجي اموت اقتلوا كل واحد كبير في كل عيلة علشان الناس تعيط عليه غصب عنها يعني. ف قالوا له لما نروح له هنرجع لك. راحوا قدموا الهدايا للسيد المسيح، جم راجعين الملاك قال لهم ما ترجعوش على هيرودس، ارجعوا من طريق تاني. استناهم وبعدين سأل هو الناس المجوس دول مشيوا؟ قالوا مشيوا. فاتغاظ، فراح جاب كل بقى حكماء اسرائيل والكهنة واللي بيفهموا في النبوات، قال لهم هو المسيح حسب النبوة يتولد فين؟ هو فهم، قالوا له هيتولد في بيت لحم. قال ماشي، أصدر قرار
ان كل اطفال بيت لحم سنتين فما اقل يتذبح يتقتل. وفي ونزلوا في الليله علشان يعملوا المذبحه دي. المذبحه اللي اتقال عنها نبوات في ارميا: رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى، وزي ما قال ماري متى. ونشوف بقى القصه قد ايه كانت سريعه وعنيفه، ان الملاك ظهر ليوسف النجار بالليل وقال له: حالا خد الطفل وامه واذهب الى مصر. ونبتدي بقى نسال السؤال المهم: اشمعنى مصر؟ تقول يعني ايه؟ اقول لك، اولا كان في حلول اسهل من الموضوع ده. بقى السيد المسيح اللي قاوم اموات ومشي على الميه ما كانش قادر يعمل معجزه ويموت هيرودس؟ طب بلاش كده. ما كانش قادر يختفي من وجه هيرودس؟ ما هو بعد كده هنشوف احدى معجزاته، ان اليهود لما كانوا عايزين يقتلوه اختفى من وشه. ده اولا. ثانيا، ودي نقطه تانية مهمه، هو ما كانش في مكان تاني ممكن يروحه غير مصر. بالمناسبه كان يعدي البحر المتوسط هيبقى في جزر قبرص ولا يروح اوروبا اليونان، او انه يطلع فوق شويه كده هيوصل على منطقه الشام، او ينزل على منطقه الاردن. امال هو ليه يجي مصر؟ هو كان عايز يجي مصر ليه بقى؟ لحاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه، التاريخ اللي حكيناه ده كله، ان مصر كانت تحمل قيمه روحيه، وكانت تحمل حضاره، وكانت تحمل فكر. فكان عايز السيد المسيح يجي علشان يدشن ويصنع باقدامه تدشين للكنيسه القبطيه، وكان عايز يعطي قوه روحيه توقف عمل ابليس اللي كان خلاص حط ايده على مصر كلها بمعابد اوثان وبتغيير روح مصريه. وكأن المسيح جاء إلى مصر كي يقف عمل إبليس في مصر، وكي يعطي قوة روحية في الهواء وفي الأرض. السيد المسيح زي ما تشوفوا قعد في مصر 4 سنين إلا حاجة بسيطة. متخيلين 4 سنين يتجول في مصر؟ إدت بركة كبيرة وعمق كبير. النهاردة إحنا بنفتخر في كل العالم إن السيد المسيح عاش في مصر، ومش عاش أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا اتنين، عاش 4 سنين. علشان كده كان لازم يجي مصر. نمرة 2، لأن مصر زي ما قالت النبوة هيكون فيها مذبح وعمود في تخومها. يعني إيه عمود؟ يعني كيان قوي في تخومها، يعني في كل الأماكن اللي فيها. ومذبح في وسط مصر يعني إيه بقى؟ يعني قوة روحية ستعادل قوة كمان أورشليم اللي ابتدت المسيحية فيها. عشان كده قال له: قم خد الصبي وأمه واذهب إلى مصر. وراح يوسف النجار، أخذ العذراء وأخذ السيد المسيح ونزل لمصر. لكن عاش فين بقى وهيعمل ايه؟ لازم تعرفوا ملاحظتين. اولا، انه ما كانش بيتكلم لغة مصرية. وقتها مصر كانت بتتكلم ايه؟ هنشوف في حلقة تانية بتفصيل، لكن كانت بتتكلم لغتين: يوناني، وده اسكندرية والعالم المثقف شويتين وبعض المدن في مصر، وبتتكلم ديموطيقي وده الاعم، وهنشوف فيما بعد في حلقه اللغه المصريه. يوسف النجار والعذراء ما كانوش بيتكلموا غير ارامي وبيفهموا عبري. ده نمره 1. نمره 2، فقراء. يعني مش معاهم فلوس هينزلوا في اماكن ويجيبوا ناس خالص، يعني دول ناس فقراء جدا. طب هيروح فين؟ مصر بقى كان فيها
تجمعات كبار لليهود. اسكندرية كانت تلتها يهود، وبابليون ومنطقة أسوان ناحية معبد فيلة، دي أكبر تجمعات يهودية. تقول لي ليه؟ أقول لك ما هو علشان يقدر إنه يعيش في مصر هو مش عارف هيروح فين، فلابد إنه يروح عند يهود، مش عارف يتكلم ومعهوش فلوس، يعني لازم يروح عند قرايبه. اسكندرية ما كانش ينفع يروح. ليه؟ لأن اسكندرية أصلا كان فيها مشكلة كبيرة، أن الإمبراطور سواء يوليوس أو بعد منه أباطرة روما، علشان تقدر أنها تهدي الوضع في اسكندرية ما يثروش عليها، إدوا يهود اسكندرية، ونتيجة العلاقة بين هيرودس وبين إمبراطور روما، إدوله أنه يبقى اسكندرية تبعه إداريا، ليهم حكم ذاتي بس هيرودس يشرف عليهم. فلو راح اسكندرية ده هيهرب من هيرودس لهيرودس؟ استحالة. أسوان بعيدة قوي، فما كانش قدامه غير أنه يروح بابليون اللي هي دلوقتي مصر القديمة. طيب هيروح إزاي وإنهي طريق؟ وعرفنا منين القصة؟ وأحيان كتير ناس يعني بتقول القصة دي اتقال في الكتاب المقدس ان السيد المسيح هيجي جه مصر، لكن انتم اخترعتم السكة كلها. نقول لهم لا، احنا عندنا ثلاث حاجات مهمة تأكد لنا الخطة دي. اولا انهم الأثر نفسه اللي هو ايه بقى، كل مكان كانت بتقعد فيه العائلة المقدسة كان ربنا بيطلع نبع مية علشان يقدروا يشربوا، وفي طول السكة كانت بتحصل معجزات كتيرة. تقول لي عرفنا منين؟ اقول لك ما هو المعجزات دي معناها ايه؟ معناها اني لما يروح منطقة والشعب اللي حوالين المنطقة ده يشوف معجزات او يشوف اعمال هتشوفوها كمان شوية، فيقول ايه الناس دي غريبة قوي، المعجزات بيعملوها دي بأي قوة؟ والمصريين كانوا يحفظوا القصص كويس قوي لحد النهاردة يعني. ويجي بقى لما يلاقوا كمان ان مش بس معجزة، لكن ده الاشخاص دولم غرب، فيسألوا هما مين دولم؟ فدول عيلة فقيرة جاية من مصر هربانة من وجه الملك هيرودس. في ناس قبلوهم وفي ناس خافوا منهم وطردوهم، لان زي ما تشوفوا ان في اوثان بتسقط، فالموضوع خطير بالنسبة لهم لان معابد بتقع. تقول لي طب ده معناه ايه؟ اقول لكم معناه ان العائلات بقت تحكي لبعض ان هنا عدى من هنا عيلة وعملوا معجزة قدامنا، هنشوف واحنا بنتكلم عن الطريق كذا مكان في معجزة. تقول لي بس مين قال ان الكلام ده اتحفظ؟ اقول لكم لان المسيحية دخلت مصر في وقت قريب قوي، يعني ماري مرقس جه مصر حدود في نهاية الخمسينات، هنشوف في حلقة ماري مرقس، وما بين سنة 34 اللي هو بداية الكنيسة والخمسينات، ماري لوقا كتب انجيله لواحد مصري في اسكندرية اسمه لسأوفيلوس، وجوه ويوم الخمسين كان جوه اللي حضروا الخمسين مصريين، ففكرة المسيح ابتدت تتداول. بس زي ما قلت لكم قبل كده، تأسيس الكنيسة وقت ماري مرقس، فالناس دي كانت تقول احنا عارفين القصة دي، العائلة دي جات مصر وعارفينها وحصلت كذا. فضلوا يحفظوا التراث ده لحد اما جات الملكة هيلانا وقالت كل واحد بقى انتوا حافظين التراث قولوا لي ايه القصة، فقالوا له هنا قعد المسيح بنت كنيسة، هنا عاش المسيح بنت كنيسة. وخاصة ان المسيحية الاولى كانت في مغاير واماكن، فكانوا بيختاروا الاماكن اللي كان فيها المسيح موجود كنوع من انواع البركة. نمرة 2، ان في عندي وثائق بتتكلم عن الرحلة. زي ايه بقى؟ زي مثلا الوثيقة بتاعت البابا ثاوفيلوس، ودي من اهم الوثائق.
هتلاقوا الوثيقة دي القصة بتاعتها، ان البابا ثوفيلوس كان وهو رايح بيزور دير المحرة لقى الكنيسة اللي فيها المغارة بتاعت المسيح ضيقة، فعايز يوسع المذبح نفسه يوسعه. فالعذراء ظهرت له قالت له انت ازاي عايز توسع وتدشن مذبح ابني دشنه، مش هتعمل كده. فقال لها طيب يا عذراء قولي لي بقى الرحلة كانت ايه. حكيت له الرحلة، تقول لي ما يمكن ده رؤية ومش موثقة، وخاصة انها في القرن الخامس. اقول لكم لما بقى تتوافق بقى الكلام بتاع البابا ثوفيلوس مع الاثار نفسها يبقى الكلام ده مظبوط. عندي وثيقة كمان نشرتها جامعة كولومب المانيا، اتنشرت سنة 97، بردية اثرية بترجع تاريخها للقرن الرابع. البردية دي تتحدث عن وجود العائلة المقدسة في مصر، وتقول انها استمرت 3 سنين و11 شهر. تخيلين لما يكون في بردية في القرن من القرن الرابع، يبقى التاريخ ده قديم. يعني البردية دي ده التوثيق. متخيلين احنا بنربط بقى الاحداث ببعض. البردية دي طولها 31 سنتي وعرضها 8 سنتي ونص، ومكتوبة باللهجة القبطية الفيومية. وبالمناسبة بتقول كمان حاجة لطيفة قوي، بتوصف مصر بأنها أعظم أرض في العالم، وأن نيل مصر لن ينضب إلى طول الظهر لحد ما يجي المسيح يعني. عندي كمان المؤرخ اللي اسمه سوزومين في منتصف القرن الخامس، اتكلم عن أنه سمع من الأقباط بتوع مصر تفاصيل الرحلة. وعندي العالم الأثري جون ماسبيرو يقول أني اكتشف جداريات في دير القديس يحنس القصير في تورا بتوصف رحلة العائلة المقدسة. ده بجانب بقى كم مؤرخين وكم رحالة جم وصفوا رحلة العائلة المقدسة. إذن الكتاب المقدس قال هو جه مصر، الاثار بتتكلم على الاماكن، وهتشوفوا كل مكان له اثر في معجزه. 3 الكلام المكتوب بقى، عندنا وثيقه من القرن الرابع منشوره موجوده في المانيا، وعندنا وثيقه بتاعت البابا توفيلوس، وعندنا سوزومين اللي اتكلم عن انه سمع من الاقباط الرحله، وعندنا رحاله جم واتكلموا. ده كله معناه ايه؟ ده كله معناه ان الكلام اللي هيتقال بقى الحلقة اللي جاية هو الرحلة الموثقة الحقيقية. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد الأبد. كنيستي هي أحضان المسيح، وهذا هو سر فرحنا.